قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد وصلنا عند إيه؟ كنا نشرح في صفة إيه؟ القيام بالنفس. وقلنا إنه معناها يرجع إلى إيه؟ إلى أمرين. قيامه بنفسه يعني استغناء أو سلب الافتقار عن المحل والمفرد. نعم. وقلنا معنى سلب الافتقار إلى المحل مش معناه المكان. نعم. ليس المحل المراد به المكان، لأن هذا سيأتي في المخالفة والإحرام. نعم. معنى الذات يقول. وإنما سلب الافتقار إلى المحل يعني معناه إلى الذات. نعم. يعني هذه الصفة بافتقار تبين لك أنها تزيد على غيرها من الصفات في نفي كونه تعالى صفة قديمة. يعني عاوز يقول لك أن الحق تبارك وتعالى هو ذات وليس إيه صفة، لأنه قائم بنفسه. فالذات قائمة بنفسها، أما الصفات تقوم بإيه؟ تقوم بالذات. يعني لا تقوم الصفة بنفسها ولا تتجرد الذات عن ايه؟ الصفات. عن الصفات. نعم. يبقى كل المهم في الموضوع ان هذه الصفة تنفي ان يكون الحق تبارك وتعالى صفة. نعم. خلاص كده؟ نعم. ليه؟ لانه قائم ايه؟ بنفسه. ده المهم ايه؟ في الموضوع. يبقى تفسير الصفة دي من لان الصفة دي معناها سلب الافتقار الى المحل اللي هو الايه؟ اللي هو الذات. نعم. وسلب الافتقار الى المخصص، والمراد بالمخصص يعني المؤثر او الموجد او الفاعل، هو المعنى واحد. نعم. يعني لا يحتاج الى مؤثر ولا الى موجد او الى ايه؟ او الى فاعل. خلاص كده؟ نعم. وبعد كده اما انه تعالى لا يفتقر الى محل يعني ذات ليس مكان. نعم. يقوم به قيام الصفة بموصوفها، فلانه لو افتقر الى ذلك لكان صفة لا ذاتا. نعم. واضح المعنى. نعم. اذ الذات لا تقوم بالذات. نعم. وانما ايه اللي يقوم بالذات؟ الصفات. نعم. لكونه، لكن كونه تعالى صفة محال. لذا هنا بيثبت من الناحية العقلية ان كونه تعالى صفة امر ايه؟ مستحيل. نعم. ومن قال يعني هل يتصور انت تقول يعني كيف خطر ببالهم انه يعني ممكن حد يجعل الله تعالى صفة وليس ذاتا؟ يعني امر مستغرب ليه في العقل. نعم. ومع انه مستغرب او محال في العقل ولكن قال به النصارى اذ جعلوا الايه؟ الذات الالهيه ثلاث صفات. نعم. ثم الوجود والايه؟ والعلم والحياه. ولو سالناهم ليه حصرتوا في ثلاثه؟ يعني يقول لك لان الخلق والابداع والاختراع لا يكون الا بها. فنقول لهم ايضا لا يكون الا بالقدره ولا يكون الا بالعلم والى اخره. نعم. يبقى معناها وقوفهم عند ثلاثة خطأ من ناحية حتى الايه اللي هم من ناحية الحجة ايه التي احتجوا بها. نعم. وبعدين اذا سألناهم هل معبودكم ده جوهر ولا عرض؟ لا جوهر. طب وكيف يكون جوهر هو مركب من ثلاث صفات؟ فيقولون جوهر يعني من النفاسة ليس بمعنى الايه، ولكنهم عند تعريف كلمة اقنوم يقولون انها ايه؟ اصل. يعني كل واحد منهم فهم ثلاثة ايه؟ اصول. ففي حيرة وتناقض وضلال غريب في عقائد الايه؟ النصارى. فهنا بيقول الشيخ رحمه الله تعالى لكن كونه تعالى صفة محال. ليه؟ اذ لو كان صفة، نقرأ الكلام بدقة عشان نتكلم في شيء. اذ لو كان صفة لاستحال قيام الصفات الثبوتية. يعني هو هنا أحال، لو كان صفة هيستحيل قيام الصفات الثبوتية به لأنه صفة. نعم. الصفة لا تقوم بالصفة. نعم.
طب لما قصر الامر على الثبوتيه؟ لانه نفي الثبوتيه بين استحال قيام الثبوتيه اللي هي المعاني هيحيل من باب اولى قيام المعنويه، لان المعنويه لا تقوم الا اذا قامت الايه المعاني، لانها معلله. نعم خلاص كده. فلو نفينا المعاني لازم تنتفي الايه، فما فيش داعي يدل عليها. نعم جيدا. ايه اللي باقي؟ النفسيه ما فيش داعي لان هي الذات. نعم ما في السلبيه. اذا باقي السلبيه والاعتبارية. السلبيه لانها عدم، فلا يستحيل قيامها. نعم فنقول مثلا البياض يقوم به انه ليس بسواد، فهو معنى قائم بمعنى. نعم فده ما يستحيلش، هو احال حاجه واحده اللي هي ايه؟ الصفات الثبوتيه يعني. نعم. الوجوديه. نعم اللي العلم والقدرة والإرادة به تعالى. إذ الصفة في الكلام لا تقبل صفة أخرى تقوم بها. نعم. لأنه ما في صفة أحسن من صفة، ما كلنا صفات. نعم. أنت تقوم بالذات وأنا أقوم، إحنا كلنا إخوة في القيام بالذات. نعم. ليه أنت أنا أقوم بك وأنت تقوم بالذات وأنت صفة وأنا صفة؟ إيه يعني التحكم أو الترجيح ده من غير مرجح؟ كل صفات. نعم. والصفه من شأنها ان تقوم به بالذات. نعم. فكيف تقوم صفه بصفه اخرى؟ يعني معناها كانه في صفه احسن من صفه او نعم. اجدع من صفه او نعم. افضل من صفه، وكلنا صفات. نعم. شوف الكلام بيقول لك اذ الصفه لا تقبل صفه اخرى تقوم به. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوات مثل والا لزم الا تخلو عنها. عن ايه؟ عن الصفة، عن نفس الصفة ذاتها يعني. او عن مثلها. ايه الفرق بين عنها؟ عنها يعني غيرها، مثلها يعني من نفس لا عين الصفة. عنها يعني عين الصفة. عين الصفة نعم. مثلها يعني صفة تانية. نعم زي ما نقولوا احكام الميم الساكنة، لما تيجي ميم مع ميم مش هي نفس الميم، هي مماثلة لها. نعم. لانه لو كان فيها نفس الميم لا يضغم الشيء في عينه. نعم. وانما مماثل لان يسموهم المثلين، وهي ميم وميم. بس هل هي الميم دي اللي هتضغط نفسها عينها؟ لا. نعم. واحده ثانيه مماثله. نعم. فبيقول عنها يعني عن ايه؟ عن ذاتها. نعم. عن مثلها يعني عن صفه اخرى مثلها يعني مماثله لها. نعم. او عن ضدها. نعم. ويلزم مثل ذلك في الاخرى التي قامت بها، ما كان برضو حتبقى صفه قائمه بصفه وصفه قائمه بالصفه القائمه، هذه حياه تسلسل. نعم. بيقول لك اذ القبول امر نفسي. يعني ايه معنى امر نفسي؟ يعني هذا في ذات في ذات الامر او في ايه؟ في نفس الامر كده. نعم. نفسي يعني من طبيعة الصفة مولانا. اه يعني يعني امر ذاتي بطبيعتها. نعم. ما هي طبعا هي تقبل الثانية تقبل لانه. نعم. الامر واحد دي صفة ودي صفة. نعم. لا بد ان يتحد اللي هو القبول يعني. نعم. دي تقبل ليه الثانية ما تقبلش؟ نعم. لا بد ان يتحد بين المتماثلين او المتماثلات. مش معقول يعني واحدة مثل الثانية وهذه تقوم بها وهذه، لا بد يكون في اتحاد. نعم. وهو محال لما يلزم عليه اللي هو انه صفة تقبل صفة ثانية. نعم. او تقبل صفة مثلها او ضدها. نعم. ها؟ معاني ولا مش معاني؟ وهو محال لما يلزم عليه من اتصاف الصفة بمثلها او بضدها او بخلافها. نعم. بمثلها يعني ايه؟ يكون العلم عالما، هذه مثلها. نعم. يعني هي صفة العلم يقوم بها العلم فيكون العلم عالما. نعم. ده بمثلها. طب بضدها يعني يكون العلم جاهلا. نعم. طب بغيرها يعني بما يخالفها يكون العلم قادرا. نعم. او مريدا. نعم. او سميعا. نعم. وكذا العكس. وهو باطل. ليه طب باطل ليه؟ يقول لك من دخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود. ما هو العلم اللي حيقوم حيلزم انه يكون عالم او يكون مثلا قادر او يكون جاهل، واللي حيقوم به هكذا حيتصل بنفس صفاته اللي حيقوم به، فيتسلسل الايه؟ الامر الى ما لا نهايه. نعم. ده التسلسل يا مولانا. ده التسلسل. بيقول لك على ان في كمان امر ثاني عقل
نعم. على أن الصفة لو اتصفت بأخرى لزم الترجيح، للزم الترجيح بلا مرجح. كيف فهمتي؟ نعم. كيف؟ ايه معنى الترجيح يعني بلا مرجح؟ ايه اللي يخلي صفة تكون بالذات وصفة تكون بالصفة؟ لا، ايه اللي يخلي واحدة موصوفة والثانية صفة؟ نعم. هم الاثنين صفات. نعم. يعني كأنه هنخلي واحدة بمثابة الذات. نعم. والثانية بمثابة صفة، هم في الاصل صفات. نعم. يبقى هنا إذ للزم الترجيح بلا مرجح، إذ جعلوا إحداهما موصوفة والأخرى صفة لها دون أن تكون صفة للذات. يعني زي ما نقول شمعنا أكون أنا صفة ليك أنت، ما أكون صفة للذات اللي أنت قائمة بها. نعم. وإحنا متماثلين في وإحنا متماثلين. نعم. مفهوم؟ نعم. إذ جعلوا إحداهما موصوفة والأخرى صفة لها دون أن تكون صفة للذات التي قامت بها الموصوفة، ودون أن تكون الموصوفة هي الصفة للأخرى تحكم. فليتأمل. يعني تحكم بدون إيه؟ بدون داعي أو بدون مسور أو بدون مبرر. وهو تعالى قد ثبت أنه قامت به الصفات الثبوتية كده؟ فلا يكون صفة لغيره، فوجب أن يكون ذاتا فلا يفتقر إلى محل، يعني إلى ذات أخرى، وهذا هو المطلوب. هنا في الحاشية بيقول إيه؟ نتكلم على موضوع الاتحاد بين المتماثلين أو المتماثلات. يقول إذا علمت أنه يجب له تعالى قيامه بنفسه، يعني هذا من الصفات الإيه؟ الواجبة لله تعالى، واحد من الصفات السلبية، تعلم أنه تعالى يستحيل في حقه، هيبين لنا هنا حاجة مهمة. طالما هو قائم بنفسه، يعني مش قائم بإيه؟ بغيره. إذا يستحيل في حق القائم بنفسه، والقائم بنفسه دي صفة لواجب الوجوب فقط. يستحيل في حقه أن يتحد بغيره. باب ليه؟ أو يحل فيه. هنا حدينا دليل عقلي ممتاز جدا على نفي الحلول والاتحاد. قلت بالك اول من قال به النصارى، لما قالوا بحلول اللاهوت في الناسوت. نعم. حد سبقهم بكده، زي اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. نعم. حدش قال بالحلول. ما حدش عمل ذلك. اما الاول فلما تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما دام اثنين. شوف كده العبارة، العقل يقول لك كيف يتحد الاثنان وفي نفس الوقت يبقوا اثنين؟ يبقوا معناها لازم يكونوا ايه؟ وهم لما النصارى قالوا بالاتحاد ما خلوش واحد، خلوهم ثلاثة، وقالوا ثلاثة في ثلاثة من تحضر ثلاثة واحد بثلاثة، وراح قالوا بواحد ما هم عاوزين يقسموهم ثلاثة مش عارفين، فراحوا قالوا واحد في واحد في واحد، يبقى واحد. كده احنا غلطنا، هو واحد في واحد في واحد، هم ثلاثة، وضربناهم الرياضة كلها في العالم والهندسة والحساب، يقول لك واحد في واحد، ما رضوش يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد، لا، واحد في واحد في واحد. يعني معناها يقول لك ضربنا ثلاثة وطلع واحد، مستغربين ليه؟ نقول لهم طب وليه؟ طب احنا ما نضرب اربعة كده واحد في واحد في واحد في واحد، برضه هيطلع واحد. ولو ضربنا حتى الحد 100 برضه هيطلع واحد. شوفوا اللعب بتاعهم، عاوزين الناس تكون فاهمة ايه الحساب. طب ليه؟ طب واحد في واحد في واحد في واحد في واحد برضه واحد. نعم. يقول واحد لما بيضرب في نفسه مش هيطلع غير ايه؟ واحد. غير واحد، ودي خاصية في الواحد. لو ضربت اثنين في اثنين ما يطلعوش اثنين، لا فيش رقم يضرب في نفسه ويطلع هو الا مين؟ الا هو. اذا ما فيش اتحاد، لانه ضرب فيه هو،
انما الاثنين في الحقيقه لا، ده مجموعه منه من حاجه ثانيه. نعم. يبقى هنا يتقرر في العقل بطلان وامتناع اتحاد الاثنين ما دام ايه؟ اثنين. لان احدهما، شوف بيقول لك كده، اذا اتحد بالاخر فان بقي على حالهما فهما اثنان. ممكن ان اتحد معاك نعمل اتحاد مثلا فيدرالي، اتحاد وطني، اتحاد سياسي، اتحاد الامارات، الولايات المتحده الامريكيه، اي اتحاد، لكن كل واحد اتحاد برضه في تميز. نعم. مشكله ده مش مالناش دخل بيه، ده اتحاد مثلا في المطالب، اتحاد في المرادات، كما تحب بالذات اتحاد بالذات. نعم. اقول لك انا وانت واحد، وحتى حصلت مع ابن تيميه نفسه. نعم. كان عند النهر مع صديقه فانزلقت به ايه صديقه يعني، فوقع في النهر او وقع ابن تيميه، مش عارف مين اللي وقع فيه صديقه، صديقه اللي وقع، فوقع الثاني رمى نفسه عشان فقلت انا سقطت او وقعت، انت ايه اللي اوقعك؟ قال غبت بك عني فظننت انك اني. اهو ده ايه؟ اتحاد. لكن اللي وقع اثنين ولا واحد؟ واحد. لا لا وقعوا اثنين، ما هو واحد وقع على الثاني بدليل سأله. نعم. الثاني شده. وحصل برضه أيام سيدنا علي، كان واحد حفر بئر، فواحد بيمر فيها فوقع، كان حاجات غريبة في حفر سيدنا علي، وقع في البئر فاستصرخ يعني استنقذ، فشد واحد فما عرفش يبلغ، فراح وقع هو كمان، جاب الثاني معاه فصرخ، فجاء واحد ثالث عشان ينقذ، بقوا اثنين ما قدرش يشدهم، فراحوا جايبينهم معاهم. فجاء واحد رابع عشان يخرجهم، بقوا ثلاثة، فراح وقع ليه؟ الأربعة، وماتوا ليه؟ الأربعة. طبعا ده قتل خطأ، وفيه الإيه؟ وفيه الدية وفيه كذا، فاجتمعوا، طب كل واحد عاوز دية، قال لا، قال عارفين سيدنا لما راحوا له قال أول واحد ده اللي وقع ده ليه ربع الدية فقط. ليه؟ قال لأنه أسقط ثلاثة فوقه. وتسبب في موت ثلاثة دايرو ربع الدين. بابه اللي سقط نمرة اثنين دلي كام ده؟ نصف الدين، عشان وقع كام ده؟ اثنين. بابه الثالث له ايه؟ ثلاثة أرباع الدين، لأنه أسقط واحد. نعم. بابه الأخير له الدين كاملة. وخلاص. سقط ولا يسقط أحد. شوف التر يعني. نعم. كان بسم الله ما شاء الله فهمه في المسائل. نعم. يعني فهم من أذكى ما يمكن. كذلك مرة بيقول لك اجتمعوا في ايه، في بيقول لك كان احد الرجل كان معه صديقه يعني، وبعدين كان مع احدهما ثلاثة ارغفة والثاني معه كان خمسة، وكم عدد الارغفة؟ ثمانية. فجلس إليهما ثالث، واحد ثالث قاعد معهم فأكل معهم، وبعد ما أكل معهم دفع إليهم كام؟ ثمانية دراهم، ادالهم ثمن ايه؟ ثمن دراهم. وبعدين أراد أنهم يقتسموها نصفين، فاستعصى واحد يقول لا، والثاني يقول نعم، نعم ولا تفضل. عاوزين ندور على واحد كمان يقولين الدعوة عشان خاطر نقتله ونقتله ونعمله ملك. مفيش اولياء في الكليه، بس في انبياء، بس انبياء، لكن ادعوا النبوه فقط. كده وانا كده بقى يا حاج كده، ماتوا الاولياء بدل ما كل الاولياء اخرهم سيدنا الشيخ اسماعيل العدل. بس ده ما كانش عاوز ولا ملك. طب لا نعمله. طب لا يعني اي ولا حتى اه الشيخ مصطفى ما ينفعش، ده من اولاد الشيطان. طب اولادك كده يعني ما عاوز يقول لك الشيطان اللي اسلم يعني، الشيطان اسلم ورس. خلاص ربنا يرضى عليك يا مولانا. اه وصلنا فين؟ لان احدهما فجلس الثالث شوف الاول الكرامه ضيعت المعلم. جلس الثالث فاكل معهم ثم دفع الثمانيه، عاوزين يقتسموها نصفين،
فظن طبعا الخمسة انه اكثر او الثاني مهم في حصل نزاع بينهم. نعم. فتمسكوا كل واحد يظن انه ليه ايه اكثر او اقل. فقال احدهما لا اخذ الا ما يعطيني مر الحق، يعني اللي هو يعني مش هاخذ حقي مش حق. فلما تنازع سيدنا علي قضى بينهما، قال له اقبل اقبل ما عرض عليك صاحبك. قال انا لا اريد الا، قال ان ابيت اللي هو صاحب الثلاثه نعم الا مر الحق فليس لك الا درهم واحد. قال كيف الرجل دفع ثمنه؟ قالوا انتم نسيتم انه كنت الثلاثه اشتركتم والرجل كان وحده. لا والكلام ده لو اكل رجل ثمانيه وحده، بنقول مثلا اللي ليه خمسه ياخذ خمس دراهم واللي انما انتم الثلاثه خدتوا الاكل كلتوه. ولا يعلم قدر ما اكل كل واحد منكم. مش عارفين مين اللي نسف العمليه. اكل على المشاع. اكل على المشاع فتحسبون على السواء. ما دامك مش عارفين بالضبط نحسب نقدر انه كل واحد منكم اكل يعني نفس المقدار اللي اكل الاخر. نعم. وانتم كام عددكم؟ ثلاثة. والارجفة كام اللي كلتوها؟ ثمانية. يبقى ثمانية في ثلاثة كام؟ باربعة وعشرين. يعني كل واحد منكم اكل ثمانية اجزاء. شو كده؟ ثمانية عشان تحسبونا ايه؟ على السواء. نيجي بعد كده انت اللي انت صاحب الخمسة يضربوا في ثلاثة يبقوا كام؟ بخمستاشر. اكلت منها ثمانية، ثمانية اجزاء فلك ايه؟ اكلت ثمانية تقول كام من خمستاشر؟ تقول سبعة من الدراهم. والثامن ثلاثة في ثلاثة كام؟ بتسعة. اكلت منها ثمانية فبقي لك واحد. فهمتوا؟ خلاص. وانا نسيتها برضه. مش قلت لكم كده لازم تقسموا في العولة كده لازم تضربوا ايه؟ توحدوا المقامات. ثمانية ثلاثة باربعة وعشرين. عشان كل واحد ثمان اجزاء ثمان اجزاء. خلاص اللي معاه خمسة هنضرب افكام في ثلاثة زي ما ضربنا ايه؟ الثمانية في ثلاثة. اصل المسألة كده. نضرب الثمانية في ثلاثة باربعة وعشرين. هتجد لما نضرب الخمسة بثلاثة بكام؟ ونضرب الثلاثة بثلاثة بتسعة هيطلع 24 برضه. تسعة و 15 كام؟ 24. نعم. المجموع تمام؟ نعم. فكل واحد له ثمانية. اللي ليه خمسة اضربها بثلاثة كام ب 15؟ أكل ثمانية باقي كام؟ سبعة. واللي ثلاثة في كام؟ في ثلاثة بتسعة كل كام؟ ثمانية باقي له كام؟ واحد. يلا روح. بيقول هنا المراسي مولانا نفس الكلام كده المراسي. ما هو المراسي لازم تدرس الرياضة وتدرس الحساب عشان. قال لابد بيقول كده. اما الاول لما تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما دام اثنين. نعم. يبقى ما فيش اتحاد بين الاثنين ويكونان بعد الاتحاد ايه؟ اثنين. لان احدهما اذا اتحد بالاخر فان بقي على حالهما فهما اثنان لا واحد فلا اتحاد. يعني بعد الاتحاد ان بقيت كل واحد على حاله فهو ما فيش اتحاد. طب وان عدم يعني الاثنين كان الموجود ايه غيرهما. يعني لو الاول والثاني انعدم وكان الموجود حاجه غيرهم يبقى لا ايه لا اتحاد ايضا لانه لا يتحد المعدوم بالمعدوم. واضح؟ بعدين انعدم هنا مش مقصود بيها يعني هذا اتحد بهذا فاصبح شيئا ثالثا غيرهما. لا بقول لك ان بقي على حالهما يعني على وجودهما فلا اتحاد. وان انعدم وكان شيء ثالث فلا اتحاد. يعني انعدم بمعنى انه ثانية بعد الاتحاد؟ لا ما فيش اتحاد اصلا لانه منعدم ولا يتحد عدم بعدم لان هذا عدم وهذا ايه؟ وهذا عدم. وان عدم احدهما دون الاخر امتنع الاتحاد لان المعدوم لا يكون عين الموجود. نعم. والا ولانه يلزم ان يكون الواجب هو الممكن والممكن هو الايه؟
وذلك محال بالضرورة. واضح كده بالأدلة العقلية. وأما الثاني فلأوجه، أحدها أن الحالة في الشيء اللي هو الحلول الآن أفضل إيه؟ أفضل الاتحاد، فإن الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وكلمة اتحاد اللاهوت بالناسوت اللي قالوها النصارى دي كلمة باطلة. لحدث ما جعلتهم في جنون، قالوا إن المسيح ده ليه طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، وبعضهم قال لا ده المسيح له طبيعة واحدة طبيعة إلهية، فكان البشرية قال ما فيش، وبعضهم قال طبيعة واحدة إنسانية. يبقى في اختلاف بين النصارى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، في اختلاف شديد جدا في بين الفرق في الأصول العقائدية نفسها. نجي عند في كتب ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، لا يعني خلاف ما بين النصارى فيها، في من طوائف النصارى واحد عن المسيح كتاب كده اسمه الفرق العقائدية أو الفروق العقيدية في الطوائف بين الطوائف المسيحية. وده مسيحي أصلا يا مولانا؟ وهو نصران أصلا، بل إنه بيرد الكنيسة الشرقية على الكنيسة الغربية، وبتحرم حاجات دي بتحل حاجات دي بتحل حاجات، ردود زي كأنه ملة على ملة أخرى. مش يعني مذهبين في ملة أحد، زي كأنه ملة على ملة ثانية. فالخلاف بين طوائف النصارى ليس خلاف فرعي بين مذاهب مثلا في ملة أحد أو في ديانة أحد، كأنه كل فرقة أو كل جماعة ملة منفصلة. نعم نعم. وكثير جدا. أقول أما الثاني فلأوله، أحدها أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة. يبقى هنا احنا بنتكلم ليه عن حلول الاتحاد؟ عشان صفة القيام بالنفس. نعم. ما دام القائم تعالى بنفسه يبقى معناها ليس حالا في شيء. نعم. لانه لو حال في شيء حيفتقر الى ذلك المحل. نعم. سواء كان حلول جسم في مكان، او الجسم مثلا انا بني حال في هذا المكان، انا مفتقر الى المكان. نعم. فيبقى كده حلولي في المكان، قال تعالى: لا اقسم بهذا البلد وانت حل. يعني حال من الحلول، في الحلول والايه والارتحال. انت الان تحل، حللت، يقول لك حللت اهلا وانا اعود الحلول ده. دائما انت محتاج ليه ومفتقر لهذا المكان الذي ايه تحل فيه. يبقى سواء كان حلول جسم في مكان او عرض، الجسم يحل في المكان، طب والعرب يحل في الجوهر. نعم. إذا لا ينفع يقال عنه تعالى جسم، لأنه حيفتقر إلى الإيه؟ إلى المحل. نعم. ولا عرب لأنه حيفتقر إلى الإيه؟ إلى الجوهر. نعم. ولا صورة لأن الصورة حتفتقر إلى الإيه؟ المادة، زي ما بيقولوا البلد، لأنه في الصورة الهيولة والإيه والصورة. نعم. الهيولة اللي هي الإيه؟ المادة. والصورة اللي تتشكل إيه بها، كما هو رأي الفلاسفة. ولا صفة، لأنه لو كان صفة هتحتاج أو تفتقر إلى موصوف. نعم. يبقى شوف كده نفينا إيه في هي معنى القيام بالنفس كصفات. نعم. فإن قيل، شوف النصارى بيقولوا إيه، يا الحلول ده عبارة عن ده، لما شرحوا النصارى الحلول شرحوا بطريقة يعني المجانين المستثمين كنا عرفوش يقولون، قالوا حلول الماء في العود الأخضر، حلول النار مش عارف في الهشيم، حلول مش عارف الأشعة، قعدوا يجيبوا أمثلة عشان يقنعوا العالم وهم في الأصل غير مقتنعين. نعم. فإذا كان الإنسان غير مقتنع لا يمكن أن يقنع غيره. نعم. أبدا الشيء لا يعطيه. مش ممكن. نعم. هم عايزين يشوفوا الناس، والله إذا اقتنعوا الناس خلاص احنا نقتنع إيه؟ نعم. إذا لم يقتنعوا إذن بنحاول إيه؟ نقنع. اقنعهم. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه. مش قال كده واحد منهم قال ان قضية التجسد دي والحلول والاتحاد امور يعني غير لا يقبلها الدين ولا العقل ولا ومع ذلك نصدق ونقول انها ممكنة ولو لم تكن معقولة، لان قضايا الايمان فوق العقل ولا حول ولا قوة الا بالله. فان قيل قد يكون حلول امتزاج كالماء في الورد او الماء في العود الاخضر، قلنا ذلك من خواص الأجسام ومفض إلى الانتسام وعائد إلى حلول الجسم في المكان.
يعني لو قالوا ان الحلول بحلول امتزاج زي ما تمزج حاجه بحاجه العسل في الايه في اللبن فيصير شراب واحد كده او ده بينهما حلول ثاني العسل امتزج ببعض هنقول لك اذا قلت كده هذا اللي اذا امتزج مع بعض هي الاجسام ممكن الجسم سائل مع سائل وبعدين هيكون ايه المشكله مفضل الى الانقسام وعائد الى حلول الجسم في المكان ايضا ثانيها ان الحلول في الغير ان لم يكن صفة كمال ده برضو رد عقلي ممتاز الحلول ده لما حاجة تحل في حاجة هل الحلول ده صفة كمال ولا صفة نقص افرض خلوه صفة كمال مثلا ان كان صفة كمال وجب نفيه عن الواجب ان كان صفة كمال وان كان ليه وجب نفيه عن الواجب ان كان صفة كمال لانه يلزم كون الواجب مستكملا بالغير وحنا قلنا هو غني بنفسه بذاته مش محتاج الى الغير عشان يبقى كده مفتقر او مستغني او كامل لا بنفسه وانما بايه بغيره اللي هو ايه امتزج واتحد معه وهو احنا قلنا في الاول ايه مستغني بايه بذاته زي ما حكى سبحانه وتعالى عنهم في رده على قضية الولد ردها ربنا سبحانه وتعالى بكلمة واحدة قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني هو المستغني بذاته قضية الولد القرآن يعني كلام ايه قليل معدود جوامع الكلم يعني كلمات لو عده العبد لأحصى ومع ذلك فيه كلمة واحدة لو شرحتها ممكن تشرحها في مجلدك هو الغني يرجع اليها نفس الايه يعني لم يقل مثلا هو القادر ولا هو القهار ولا هو قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني يبقى لو كان صفة كمال هيجب نفيها ليه لانه يلزم منها ان يكون الواجب مستكملا مش بذاته وانما بالغير وهو باطل باتفاق فالثانيها الثاني ولا الثالث الاول قلنا الثاني ان الحلول في الغير ان لم يكن صفة كمال وجب نفيه عن الواجب ان كان صفة نقص وجب نفيه طب وان كان صفة كمال هيلزم انه ايه مستقر دائما يبقى معناها في الحالتين منفية سواء كانت صفة كمال او صفة ايه يعني يلزمهم على زي ما قلنا هم يقولوا ان الذات او اللاهوت تحلى في النسوس قبل حتى ان يخلق عيسى يعني حال فيه دائما ما هم يجعلوها حال يعني هم جعلوها ايضا صفة عيسى ثالثها انه تعالى لو حل لا عندهم ثالثها انه لو عندهم بس بطريقة معقدة شوية خلينا بس نخلص كلام شوية ثالثها انه تعالى لو حل في شيء لزم تحيزه وكما امتنع الحلول والاتحاد على ذاته تعالى امتنع على صفاته ايضا بل هي اولى بالامتناع ليه لانه لاستحالة انتقال الصفة عن الذات خلاص كده تنظر في الكتب المطولة والشروح الى الردود ويعني جمع كلام النصارى في كتاب الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح لابن تيمية ثم تجد العز بن عبد السلام يقول ايه ان الشرع او الشارع عفى يعني لم يحكم بكفر المشبهة والمجسمة لغلبة التشبيه على عقول الخلق فهم لا يعقلون او لا يتصورون موجودا لا يوصف بانه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متحيز ولا جوهر ولا عرض يعني العقول احيانا تكون ايه عاجزة عن هذا عاجزة عن ادراك ذلك عن التنزيه صعب فتقع في الايه في التشبيه فعشان كده بقول الشرع عذر المشبه يعني ليس لم يحكم بكفرهم وانما لم يتردد في كفر القطع بكفر ايه من قال بالحلول والاتحاد بعض وان وقع في كلام الصوفية زي ما احنا قلنا انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحاني حلب
ده كلام ده ايه مجازي مش حقيقي او نعم. او يحمل على استحاد المراد، يعني استحاد مراد العبد بمراد الايه الرب، انما استحاد بالمعنى اللي قاله النصارى او قاله المجوس او غيرهم هذا يتنزه عنه الايه الاولياء ولا يقوله احد من المسلمين، ونحن براء ممن يقوله مهما كان بصرف النظر عن من هو. انت احكم على الايه على المنهج او على الفكرة او على المقالة واترك القائل الى ربه هو الذي يحكم به. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ايه تختلفون. واما انه تعالى لا يفتقر الى مخصص، ايه معنى مخصص؟ شرحنا الصفة في كلمتين. اول شيء انه قائم بنفسه يعني مستغن عن المحل، نعم، ومعنى المحل يعني الذات. يبقى القيام بالنفس معناه انه تعالى غير مفتقر الى المحل الى او مخصص. المحل او المخصص، ايه المخصص اللي هو الفاعل او هذه حاجه بيها مناسبه المشبهة مش نوعين من قرن الله يجبكم كالإحكام وكرم الله ده حياتي يا شيخ مصطفى في الصفة اللي جاية اللي حنأخذها إن شاء الله الآن اللي المخالفة اللي حنتكلم عن أنواع المشبهة وأنواع المجبهة. إذا الآن بقي قولي في الكلام اللي فات يقول أو صفة في موصوف كصفات المجردات اللي هي بعد كما هو رأي الحكماء في الحاشية يعني. أو صفة في موصوف صفات المجردات فوق ولا تحت؟ أي مولان لا يعني في الحاشية في الأصل فكنا عندي مختلفة عن الله. نعم يعني اللي هي أحدها أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان بعض الحلول في مكان هنتكلم في الجزء كده شوف الحلول ده أذكره ما هو قلت هذا أو صورة في مادة كما هو رأي إيه الحكماء أو صفة في موصوف كصفات المجردات. عرفت صورة في مادة الحلول الخشب الخشب له صورة وبعد كده في صفة في موصوف كصفات المجردات هم يقولوا على العقول والأرواح يقولوا عليها إيه مجردات نعم. يعني لا هي جسم مجردوها عن الجسمية وعن المجر مجردة نعم. ومع ذلك لها صفات برضه فاللي هو مادة يسموه صورة وهيولة نعم. باب والمجرد صفة وموصوف يعني برضه أو صفة في موصوف دي عائدة على رأي الحكماء عائدة على رأيهم نعم. تمام كده وأما أنه لا يفتقر إلى مخصص يعني المراد بالمخصص الفاعل أو المؤثر الفاعل أو المؤثر أو الإيه أو الموجد الموجد نعم. فلما يلزم من الحدوث كما مر في القدم لأنه لو افتقر إلى موجد يعني أوجده أو مؤثر يعني إلا ومعلول حيدور الأمر إلى إيه حينتفي القدم وحنتكلم على حوادث لا أول لها وحيفضي بنا إلى التسلسل وهو باطل يعني إثبات بطلانه كما مر في صفة الإيه القدم فلا نحتاج إلى تكرير إيه مرة أخرى. ثم قال إيه مرت التقى وتكلمنا عن التقوى وشرحناها مشكله والأولياء والصالحين. وقال الإمام الرازي التقى والتقوى واحد والتقوى معناه الاتقاء اتخاذ الوقاية يعني التقوى بمعنى التوقي يعني تجعل بينك وبين الشيء أو العذاب أو أو العتاب أو الحجاب أو تجعل إيه وقاية يعني مانع يعني ما يقيك زي دروع الوقاية درع كده يقيك من الضربات والهجمات إلى آخره يعني ما يحفظك ويحول بينك وبين ما تخاف مثل الترس ونحوه في الأجسام. فكأن المعنى نلت التقى يعني جعل الله بينك وبين المعاصي وقاية. فليه؟ لأن المعاصي هي اللي هتكون سبب في دخولك النار. فربنا يقول اتقوا النار يبقى كيف نتقي النار باتقاء المعاصي وقاينا وقاينا وقاية بيننا وبين المعاصي. طيب واتقوا الله تجعل وقاية بينك وبين الله لا
يعني بينك وبين عذابه وغضبه وعقابه. إذا واتقوا الله يعني معناها بي معنى واتقوا النار. يعني في مقدر محذوف واتقوا عذاب الله مضاف محذوف زي ويحذركم الله نفسه يعني عقوبته وبأسه وغضبه. يعني اجعل بينك وبين المعاصي وقاية تحول بينك وبينها من قوة العزم على تركها واستحضار علمك بقبحها. نقله الشيخ عبد السلام وشرحناه في مرة اللقاني في شرح الجزائرية. وهذه الجملة إنشائية في المعنى قصد بها الدعاء لمن حاول معرفة صفات الله. تكملة البيت كأنه قال اللهم اجعله محصلا للتقوى. واضح؟ نأتي بعد كده إلى إيه؟ صفة الإيه؟ المخالفة للحوادث. بس قبل ما نعدي للصفة لا شو إذا فسرنا صفة الكيان بالنفس بأنها الاستغناء عن الشواء. لا تقرأ وزيت كده الأول تتكلم فيها. شوف الوزيت تسمى صفة النفسية ثم دليا خمسة تلبية وهي القدم بالذات فعلم والبقى قيامه بنفسه نلت التقى. تخالف بالغير وحدانية مخالف أو سفاتيل مخالف للغير وحدانية الذات أو سفاتيل العلوال فعلي. فالتأثير ليس إلا للواحد البحار جل وعلا وما يقل بالطبع أو بالعلة فذات كفر عند أهل الملة وما يقل بالقوة المدعة فذاك بدأ فلا تلتفتي منتصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقر يؤدي إلى التسلسل والدور وهو المحال المجل. فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفر. بس كده كل ده فين ده؟ السلبية كله في صفة المخالفة للغير. وبعد كده هتكلم في الوحدانية باقي كله في انتهت الصفات كله ايه؟ في تخلف غير ملم؟ لا كله في الوحدانية يعني في الغير والوحدانية. نعم. ثم نعم. بعد ذلك هتكلم قال ثم المعاني سبعة للرائي. نعم اي يعني مولانا لو فسرنا الكيان بالنفس بانه الاستغناء عن الغير تبقى هنا مش سلبيه؟ ما هي سلبيه لو فسرناها بالاستغناء عن الغير معنى ولا الصفات السلبيه خمس القدم والبقاء والقيام بالنفس اللي هي الثالثه دي. نعم. الرابعه اللي هنشرحها الان هي المخالفه للحوادث والخمسه الوحدانيه. وقلنا ان الخمس ده ليست محصوره فيها. نعم نعم انما هي دي امهات او مهمات او الاصول او الكليات. نعم. لان التنزيهات كثيره جدا ليست محصوره في الخمسه. نعم. انما دي بيقولوا مستلزمه لما عداها يعني ما عداها راجع اليها او مندرج فيها. نعم. لا نقصد مولانا زي البقاء اذا فسرناه باستمرار الوجود كان ثبوتيا يعني على راي ده المشعري انها تدخل في بعض الاراء يعني تدخل في السبع المعاني. لكن اقصد في الكم النفسي فسرناه بالاستغناء عن الغير وليس بسلب الافتقار. الاستغناء عن الغير يكون لا معنى تفسيره بسلب الافتقار هو ده الافضل لان هذه من السلبيه. نعم. البعض فسره بالاستغناء عن الغير لكن هو من السلبيه ولا من غير السلبيه؟ ده مجمع على انه من السلب. ما حد قال انه القيام بالنفس ده من المعاني. البقاء اختلف فيه والقدم انما القيام بالنفس صفة ايه سلبية بمعنى ايه سلب الافتقار. نعم. اي الاحتياج الى الغير. نعم. ندخل الان فين المخالفة للحوادث. ايه معنى المخالفة للحوادث؟ يلا فين كلمة مخالف يعني ايه؟ انا مخالف يبقى ايه عدم الموافق. انا موافق لا يبقى مش موافق يعني ايه يبقى المخالفة يعني عدم الايه عدم الموافقة. وترجع الى كم شيء الى ثمانية فاكرينهم ثمان اشياء اللي هم المجانسة والمماثلة وايه تاني والمناسبة والمشابهة والمضاهاة والمطابقة والموازاة. كل ده ثمان اشياء ترجع اليها كلمة ايه يعني اول ما تنفي اي معنى المجانسة يعني شيء يجانس شيء يعني انا مثلا والفرس من جنس واحد. نعم. خلاص كده
انما انا وانت من نوع واحد. اذا الاتحاد في المجانسة غير اتحاد في الايه النوع. في النوعية. وفي اتحاد في المناسبة، بمعنى مثلا نتحد انا وانت في ايه بنوة فلان، اذا انا وانت ننتسب الى رجل واحد ده اسمه ايه مناسبة. وفي ايه اتحاد في المجانسة، ولكن سواء كانت مماثلة او مجانسة او مطابقة او مباهاة، كل هذا داخل في ايه في معنى مخالفته تعالى للحوادث. تبقى معناها نشرحها كده كلمة كلمة. والمخالفة معناها عدم الموافقة لشيء من الحوادث. مخالفته لإيه؟ ها؟ للحوادث. إيه الحوادث؟ يعني كل ما عداه تعالى، ما عدا ذاته وصفاته. فهو تعالى مخالف، يعني ليس كمثله شيء. معنى الآية يعني مخالفة للحوادث مأخوذة من إيه؟ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فننفي عنه تعالى المثلية. خلاص؟ لأي شيء من المخلوقات، للملائكة، للجن، للإنس، للعرش، للكرسي، لأي شيء. نعم. بس. ومعناها يرجع الى سلب الجرمية، يعني فيش ايه تحيز. نعم. والعربية مش عرب. نعم. وسلب الكلية والجزئية واللوازم. وتعود المخالفة للحوادث الى ايه سلب الجرمية، وسلب ايه تاني العربية، وسلب الكلية وسلب الجزئية واللوازم، يعني ما يلزم من ذلك. نعم. والمعنى انه تعالى يجب له مخالفته للحوادث ذاتا وصفات وافعالا. نعم. يعني في الذات في مخالفة، وفي الصفات مخالفة، وكذلك في الافعال. وسواء في السابقة كالاعدام الازلية، يعني هو لما اتكلم على مخالفة الحوادث لازم يخالفها قبل وجودها وفي اثناء وجودها وبعد ايه وجودها. وبعد وجودها. طب كيف قبل وجودها؟ قبل ان توجد. لا يعني مثلا كالاعدام الازلية، يعني الحوادث قبل ان توجد كانت في الازل ايه عدم، فهو ايضا مخالف لها في حالة كونها اعداما في الازل، لانه في الازل لم يكن ايه معدوما مثلها، فهو مخالف لها حتى قبل. يعني مش معنى المخالفة في الصور ده حتى وهي في الازل هي عدمها ازلي، وهو تعالى وجوده ايه يبقى في مخالفة قبل ان توجد الحوادث. طب وبعد ان تنعدم مفيش حوادث. قال لك الاعدام الازلية واللاحقة كالنعم الايه الاخروية. نعم. يعني مثلا في حوادث حيبقى ايه يستمر وجودها فيما لا يزال. نعم. زي نعيم الجنة برضو هنا يبقى في مخالفة لم تشاركه تعالى في البقاء. نعم. بقاءه مستقر للغير وبقاءه ليس مفتقر. تمام كده. يعني في مخالفة في السابق وفي ايه وفي اللاحق. نعم. وفيما بينهما. نعم. وذلك لان الحوادث ايه عبارة عن ايه؟ اما اجسام واما ايه اعراض. الاجسام عرفناها. نعم. اللي هي مركبة من اجسام. طب والاعراض؟ اما ازمنة واما امكنة واما جهات واما حدود ونهايات. هذه الاعراض. نعم. ممكن تعد 9 تعد 40 تعد اكثر، المهم كلها ايه اعراض. ولا شيء منها بواجب الوجود، يعني الحوادث سواء كانت اجسام او اعراض لا شيء منها بواجب الوجود، فهي اذا ايه حادثة. نعم. خلاص. او ممكنة. اما هو تعالى فهو واجب ايه الوجود. اذا نفي المماثلة او اثبات المخالفة حتى في الاسم، فلم يتسمى تعالى بالحدوث كما هو ايه شأنها. نعم. وفي الايه اعيان وفيما اتصفت به الايه الحوادث،
يعني نفي او المخالفة للحوادث تكون من كل وجه. ايوه احنا لسه قلنا تسمى ايه حوادث. يعني لا توجد مشابهة او موافقة بين الواجب او بين القديم والحادث باي وجه او باي معنى من الوجوه. زي قلت خليهم 8 خليهم 20 خليهم 1000 حتجد في كل امر في ايه مخالفة. مخالفة نعم مخالفة من كل وجه. وقد جمعت واحد جمعها ايه الممكنات المتقابلات وجودا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقاتير روى الثقات. إذا جمعها في دولار الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير. يعني هو ليس بممكن ولا تجري عليه المتقابلات خلاص كده فوق تحت يمين شمال كده خلاص بس. وجودنا برضو فيه ايه مخالفة. بعدين والعدم احنا برضو العدم ايه فينا بس العدم السابق كله بعد كده أزمنة يعني ما من حادث الا وجوده مرتبط بالزمن. فهذا الاول حاجة هل الحق تعالى مخالف في دي ولا موافق؟ لا ينسب الزمن اليه باي حال ولا وليس الانتساب الزمن الى وجوده اصل. يبقى معنى وجودنا احنا في زمن هو مخالف لنا كده. وكذلك يلزم ان يخالف في المكان. يبقى اذا لا ننسب اليه المكان كما ننسبه لايه للحوادث. والجهة يعني كل ما هو من صفات الحوادث زي المقدار والزمان والمكان والجهة والنسب كل هذا ايه منتف عنه تعالى. مولانا انا امكنة دي معناها يعني مخالف في نسبة المكان وليس في المكان يعني له مكان غير المكان. يعني لا لا يعني معناها اذا كان الحادث موصوف بان له مكان فالقديم يوصف بانه ليس له مكان او لا يحل في الامكنة. يعني لا يتصف تعالى بما هو صفة للحادث. خلاص كده لابد ان تكون هناك ايه مخالفة. طب اول شيء ننفي عنه تعالى انه جوهر فليس بجوهر. لماذا؟ لان الجوهر عرفناه اسم للجزء الذي لا يتجزا او لما هو متحيز ولكن ليس فيه تركيب. يبقى الجسم عباره ايه جوهرين فاكثر. اذا انتفت عنه الجوهريه تنتفي عنه ليه الجسمين لانه لا يكون جسما الا اذا كان جوهرا. بس لان الجسم مركب. طب الجسم مركب من ايه؟ قالوا من اما من اجزاء عقلية او اجزاء وجودية. ايه الاجزاء العقلية؟ اي جسم مركب من الجنس والفصل. والجنس مع الفصل يطلع النوع. يبقى دي اجزاء عقلية. بس او وجودية الهيولة والصورة. يبقى اي جسم له مادة وله ايه؟ وله صورة. يبقى ننفي عنه تعالى انه جوهر وانه ايه انه جسم منفية قطعا. خلاص كده. ولذلك غريب في بعض الكتب الجماعة الفلسطينيين سئل فلان هل الله جسم فقال اجاب بالتوقف. توقف ايه؟ قال انه لا لم يرد نص في اثباتها عن السلف ولا في نفسه. نتوقف لكن ليه تتوقف ليه؟ هذه خطيرة. ليس كمثلي شيء. فيه؟ نعم. أين ليس كمثلي شيء؟ نعم. وبعدين إيه؟ الجسمية خلاص من فيه؟ أو وجودية اللي هي الهيولة وإيه؟ والصورة. يلا أبني. العب برا. هلا. خليها شو يقول. ما ينفعش كده مشينا نار الشيطان في الأزهر. يلا
او مقدارية. يعني ما يوصفش بمقدار، وكل شيء عنده بايه مقدار. كيف يكون له تعالى؟ ايه المقدار يعني؟ يعني طول عرض عمق كم يا مولانا ولا ايه؟ صغر كبر اي كم يعني؟ ايه مقدار. والكميه مش مقدار. يعني انت طولك عرضك عمقك ارتفاعك ده منفي، ده خالص ده. لانه من شأن مين؟ الحوادث. من شأن الحوادث. مولانا المقدار عام ولا الكم؟ نعم المقدار عام ولا لا الكم؟ يسأل به عن المقدار، كم كذا ده مقداره كذا يعني. كم هذا يعني مقداره؟ هو نفس السؤال. نعم. وكل مركب محتاج الى جزئه. نعم. وكل محتاج ممكن، وكل ممكن حادث. يبقى ننفي التركيب لانه في ايه؟ احتياج. نعم. ما دمت انت مركب من اجزاء، كل جزء محتاج الى الاخر. نعم. والا فما معنى التركيب؟ يبقى ينفى عنه تعالى ايه؟ انه جسم، لانه ما في جسم الا ايه؟ مركب. مركب. طب ولا عرض، نفينا عنه الجسم والجوهر والعرض، ليه؟ لان العرض لا يقوم به الا بجوهر، لانه لا يقوم العرض ما يقومش بذاته، يعني مفتقر الى ايه؟ الجوهر. الى محل يعني جوهر. نعم. والذات مستغني عن الايه؟ عن المحل، زي ما شرحناه في صفة القيام به. نعم. بالنفس. طيب اذا كده عرفنا وفهمنا ايه معنى ايه المخالفه الحوادث ترجع الى ايه مولانا؟ طب احتياج الذات الى الصفات، يعني اما صفات الباري لا تنفك عن الصفات. نعم. يعني احتياج الذات الالهيه الى الصفات. ده برضه نقول فيه يعني الذات لا تكون الا بالصفات، يعني الاله لابد ان يكون عالما، يعني لابد ان تكون له صفه العلم لا ينفك عنها. لما هو ده اثبات ما نقوله، احنا بنقول نعم. هو ليس بعرض، ونفهم لسه ان يكون صفه، لان الصفه لا تقوم بنفسها انما تقوم بالموصوف، ورجع الكلام الى ما قلناه. يعني الاحتياج هنا ينفع نقول احتياج او افتقار او لا نقولها. نعم. وانما هي مقتضى الذات، لو كان اقتضاها او استوجبها غير الذات لقلنا هذا فيما هو حادث، اما في القديم لا يقال هذا. نعم. انما مره شرحناها كان شرح صعب شويه، ولكن نظرت إليها في نفسها ممكن تقول بالإمكان، لكن لا تقول بالاحتياج إلا حتكون حادثة. فنقول يكون هذا صحيحا لو اقتضاها غير الذات. خلاص. والأفضل إيه الوقت؟ لذلك احنا قلنا أنها ليست هي هو. أيوة. ولا غيره. عشان كده، عشان لو قلنا حاجة تانية حيبقى حدوث. نعم. هناك نصوص او عبارات كثيرة في الكتاب والسنة جاء في ظاهرها يعني ما يؤدي او يفهم منه التمثيل او التشبيه. نعم. يعني اطلاق اسم الجوارح او الاعضاء، هو في الحقيقة خد بالك لما ترد في القرآن الكريم يد. نعم. او ترد ايه وجه او ساق جنب. وحتى ساق ممكن نقول احنا بقول لان لم ترد مضافة الى الله. نعم. شرطها ان تكون ايه مضافة. يعني هي في الحقيقة اسمها بالنسبة للانسان جوارح واعضاء. نعم. صحيح كده. نعم. وبالنسبة لله تعالى يعني هل يقال نصف انسان بان له يد؟ يعني مثلا لو قلنا لك مثلا اتعرف من الذي كان يلقي الدرس في الازهر بعد العصر؟ صفه لنا. فقلت له ايه؟ عينان ولسان وشفتين ويدين ورجلين. لما هو على الباب بره له نفس الصفات وكل الناس، فانت لم تصفه لان هذه ايه اجزاء وابعاد واعضاء له. انما الوصف يكون ايه بيقول بقصر سواد بياض بعلم بجهل باشياء اخرى، لا يوصف الانسان باعضائه او بايه اجزاء. يبقى هي بالنسبه للانسان اعضاء وايه واجزاء. طب بالنسبه لله تعالى لانه نفينا عنه المثليه ليس كمثل شيء. نعم. والتركيب والجسميه فنسميها ايه؟ يعني اضافات او اخبار. نعم.
يعني ذكرت في القرآن أو في السنة مضافة إلى الله، هذا هو التسمية الحقيقية، أو جاءت في الخبر في سياق. فبعض العلماء منع يعني إطلاق صفات على الإيه على الحاجات دي بالنسبة لله، وسمها إيه إضافات، يعني ذكرها الله تعالى في القرآن أو ذكر مضافة إلى الله مضافة. وجود جماعة المتمسكين بظواهر النصوص سموها إيه صفات. ليه سموها صفات؟ لأنه لو سموها أعضاء أو جوارح يعني معنى كده هقول لك إحنا كده على بالمختشر كده إحنا مشبهة ومجسمة. فراحوا قالوا هذه صفات، ولكن حدث لبس، لأن الصفات لازم تأتي على القطع ولا توهم النفس، ولها إيه شروط معينة ما أطلقها الله تعالى على نفسه لازم يكون بالقطع كده وما فيش احتمال ولا يكون في مجال. زي العليم الحكيم القادر السميع البصير، هذه لا إيه لا يقول أحد إنها إيه إضافات وإنما هي إيه صفات. زي الفرق بين الإضافات وبين الصفات، الصفة دي تذكر على سبيل إيه القطع خلاص كده، وعلى وجه الإحكام تشابه، إنما الإضافات يأتي لفظ مضاف إلى الله تعالى في تقرير سياق بعيد عن إيه الحديث عن إيه كونها صفة. نعم يعني لما يجي يختم ربنا يقول إن الله عليم حكيم، هنا مقصود هنا بيان أن علم صفة له، أنه عالم وأنه مطلع وأنه لا يخفى عليه إلى آخره، إن الله لا يخفى عليه. لكن عندما تعالى أجيب لك مثال من آخر سورة الذاريات، يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق إن الله هو، شوف كده الصفة هنا، هو الرزاق ذو القوة. شوف كلمة ذو القوة هنا صفة، وبعدين ذو القوة المتين، المتين برضو صفة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني الرزاق المتين ذو القوة. يبقى ذو القوة دي صفة ولا مش صفة؟ يعني معناها القوي. ولما يقول ذو العلم يعني العليم، ذو الحظ يعني صاحب الحظ، ذو بمعنى ايه صاحب، يعني صاحب القوة سبحانه وتعالى. انما لما يأتي ذكر اليد، هل قال كما قال هو الرزاق ذو القوة، هل قال ذو اليد؟ ما جاءتش كده. طب هل جاءت كده له يد؟ لم تأتي، انما جاءت يد الله، يعني لم يأتي في القرآن كله ولا في السنة كده عبارة الله تعالى له يد ولا ذو اليد. طب لو جاءت ذو اليد هتبقى صفة، مش هتبقى جارحة وهتبقى عضو، لا كيف تبقى صفة؟ زي واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، دي لا يمكن تكون دي عضو داود، مالوش غير يدين، مالوش ايدي، هنا قال ذا الايدي ولم يقل، لو قال ذا اليدين يبقى نقول ده ايه عضو غير، انما ذا الايدي يبقى ممكن اقول مصطفى ده او فلان له علي ايادي، مش يد واحده، ده يد في الزواج ويد في الطلاق ويد في السفر ويد في المصالح ويد هنا ويد هنا، ايادي يعني ايه لي علي جمال او يعني احسانات كثيرة. نعم. احسان. نعم. اذا فرق ما بين العبارتين دي، لو كانت مضاف صفة زي العلم وزي القدرة كانت جاءت كده. نعم. او صاحب ذو اليد، ذو اليد او ذو ايه العين. او العينين. او اللسانين الى اخره. ولكن لم يأتي ذلك ابدا. هاتوا كده ايه قل هاتوا برهانكم ان كنتم، مش موجود لك القرآن ممكن. وهذا
إذا الآن إحنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين كونها إيه إضافة وصفة، بين معنى كلمة إضافات وصفات. نعم. نعم. إضافة يعني تذكر مضافة، مضافة مضافة إليه. معنى إضافة مضافة مضافة إليه. نعم. إنما الصفة لازم يجي فيها الألف واللام أو يجي فيها ذو الجلال والإكرام. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال في صفة. نعم. صفة لمين؟ المولى عز وجل. ما هنا عندك ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إذا صفة الرب للرب ولا الوجه؟ لو ذو ولا ذي يا مولانا؟ لو كانت ذو ولا ذي ربك كانت بيجي ذي في آخر السورة. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال. إذا هنا صفة لمين؟ للرب. أما هنا ليه؟ للوجه. ولذلك ابن عامر يقراها كده وآخرها يا ذا الجلال ابن عامر وفي مصحف الشامين بالواوي. نعم. يقول ايه تبارك اسم ربك ذو الجلال، ان الوجه هو ايه هو الذات. نعم. في القراءة الثانية فسرت القراءة ليه الاولاني، شفت كده. نعم. اذا الوجه واليد دي اضافات وليست صفات، لان لو كانت صفات كانت تيجي زي ما قلنا كده. نعم. كانت له، زي مثلا له ما في السماوات والارض وله الحمد، شوف كده. نعم. وله الملك وله كذا في القرآن، لكن ما في ولا آية وله يد وله الوجه، ما فيش ولا ذو. يبقى هنا عرفنا لما يريد القرآن يقرر صفة يأتي بهذا الأسلوب، ولكن لما تذكر مضافة يأتي بالأسلوب الذي إيه ذكرنا. نعم. واضح الفرق بين كلمة صفات وبين كلمة إضافات. نعم. هقول لك ليه، لأنها هاتها في القرآن كله مضاف ولفظ الجلال. نعم. مضاف إليه، وتم وجهه مضاف. نعم. الله. نعم. قالت اليهود يد الله، من الذين يبايعون يد الله، فتم وجه الله ولتصنع على عيني بأعيننا، يعني جاءت مضافة إلى الله. نعم. احنا ما قلناش حاجة، هي اللغة كده. نعم. لما تيجي تعرف أقول لك إيه ده، يقول ده مضاف وده مضاف إليه، وأنا أقول لك حاجة. نعم. هو ممكن يقول اللي قالها الصفة دي على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ملوش مثيل، يعني يقارن به. يعني مثلا إحنا كبشر لما أجي أقول نقول إن ربنا الثاني، ما ينفعش أقول إن أنا صفة إن أنا ليا يا أخي، لكن ربنا سبحانه وتعالى إنه ملوش مثيل يوصف به أو يقارن به، فأي شيء يتوصف به يكون صفة لله سبحانه. لا، ما هو لو قلت كده يبقى أنت وقعت في التمثيل، لكن أنت بتقول أنا ما ينفعش أتصف إن أنا أكون ليا يد. أيوه. إنما يد دي إيه؟ جزء او. نعم. عضو مني، مش صفة، عضو. تمام. وهي في وضع اللغة كذلك ليست صفة، ان جاء الصفة يبقى معنى ما يبقى مجاز، زي واذكر عبدنا داود ذا الايدي، ان جاء الصفة يبقى مجاز. فانت ممكن توصف بانه لك ايادي وارجل كمان، بس على المجاز. نعم. لما تسعى كثير في الخير يقول لك لك ارجل، يعني سعي كثير مثلا. نعم. مجاز. نعم. انما على الحقيقة لا يقال ايه الا انها اجزاء او اعضاء او ابعاد، هذا بالنسبة للمخلوقات للمخلوقين. اما بالنسبة لله تعالى فنقول ايه، نقولنا زي على الحقيقة اذا عملنا زي ايه شأن غيره من المخلوقات كده في مشابهة او مماثلة، وان قلنا على المجاز اذا ما مش هيأدي السياق الى كده. طب وان قلنا انها نسميها اضافات، وننظر بعد كده الى كلام السلف. نعم. فما فنلاحظ مثلا في اليد وردت مضافه يد الله كده. نعم. ولم ترد صفه مثل القوي او ذو القوه المتين القادر، فلم يقل ذو اليد وانما قال ذو ايه ذو القوه. وتتصور لو قال ذو اليد كان معناها ايه، كان معناها ذو القوه لو قال، يعني انما هو قال ايه يد الله. لا، في السورة دي قال ذو القوة، لو قال ذو اليد حلو معناها ذو القوة. نعم. انما لو قال وهنا قال ايه ذو القوة، يشوف سبحان الله دقة القرآن وحكمته. يعني حتى لو قال ذو اليد وكان برضه حلو معناها ذو القوة، الا اذا جاءت عاد بمعنى ايه اخر. نعم. فمثل هذه العبارات او الاضافات سمناها احنا ايه كان الله يرشدنا الى التأويل. هذا كلمة عاوز اوريك المشوار معنا.
إذا مثل هذه العبارات أو الإضافات هي يسمى العلماء التي يوهم ظاهرها التشبيه. يعني إذا كلمة يوهم ظاهرها التشبيه إيه معنى يوهم؟ يعني هذا وهم في فهم الإنسان وفي عقله، أما في الحقيقة فلا تشبيه ولا تجسيم، لأنه تعالى ليس كمثل شيء، هو مجرد في الله. لسه حياة. وكذلك يوهم ظاهرها المكان، يعني حيلزم منها ذي لو أثبتناها على ظاهرها حيلزم منها تشبيه الحق سبحانه وتعالى كده، وحيلزم منها ان له مكان ما دام حجر جسم، وحيلزم انه في جهه، وحيلزم في انتقال ومجيء واستواء ونزول وصعود وهبوط وخروج ودخول الى خلاص ما دام حياتي ايه بقيه القاموس. فلم يختلف الجمهور سلفا، جمهور الائمه رضي الله عنهم اهل السنه والجماعه في كون المعنى اللي هو الأبعادي الجسمي البعضي اللي هو الأعضائي غير مراد وغير مقصود، يعني هذا قدر الكل متفق عليه تمام كده، وإنما جاءت هذه العبارات والألفاظ على حسب ما يتخاطب به العرب من طرق التعبير، يعني سر مجيء القرآن بهذه الطريقة ان القران نزل به بلسان عربي مبين. ثم انه في قاعده مهمه قال العلماء يجب فهم هذه النصوص الموهمه للتشبيه في دائره قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني يجب ان نرد النصوص الموهمه للتشبيه الى النصوص المحكمه القطعية التي تدل على التنزيه صراحة، زي ايه؟ ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولا يحيطون به علما. شوف عندك كم ليس كمثله شيء ولم يكن له، هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما، دي نصوص قاطعة في التنزيه. وهذا الذي نقرره باعتقاد الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة السلف والخلف أتباع المذاهب الكلامية الأشعرية الماتريدية معظم أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، ما قلناش كلهم معظمهم عشان في متأخر الحنابلة لهم مشكلة، والمذهب الظاهري حتى المذهب الظاهري وتفتكر المتأخر الحنابلة مش لم يقولوا حتى بمذهب داود الظاهري او مذهب ابن حزم، لا ده موضوع ثاني. نقول لك ان الظاهرية ابن حزم وداود اوله والمذهب الظاهري ومذهب المعتزلة والشيعة بفرقهم المختلفة الزيدية والإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية كلهم مولين، حتى الخوارج والإباضية كلهم مولين مولانا؟ لا لا اللي بنقوله ده في التنزيه، يعني اعتقاد أنه تعالى منزه عن المعنى اللي هو في جسمية وفي أبعاد وفي أجزاء، يعني المفروض لم يفهموها كل اللي قلناهم ده على أنها أجزاء وأبعاد أو أعضاء تمام؟ ولكن المشكلة عند مين؟ الجماعة اللي هم ايه؟ الحشوية او الحشوية والمشبه